فالحرب احنا بنحارب مش عشان نكسب، احنا كسبانين، لكن لان احنا كسبنا فبنحارب. عايز اقرا معاكم جمله واحد فيلسوف وقسيس وحاجات كتير يعني، اسمه ديدريش بنهوفر، قال كده ان كانت مسيحياتنا لم تعد تاخذ الاتباع على محمل الجد، لو المسيحيه احنا مش بناخدها بجد، فمعنى أننا قد أنزلنا الإنجيل وخفضناه إلى منعش عاطفي بلا مطلب مكلف، ولا نعود نميز بين الحياة الطبيعية والحياة المسيحية. هو عايز يقول إن الحياة الإيمان الذي لا يكلف هو إيمان عاطفي، إيمان ليس له إلا مجرد عواطف. لو أنت بتنزل الإيمان من في عواطف، وإن الناس في اجتماع، في واحد ممكن أقرأ معاكم حتة دي طويلة شوية بس حتة حلوة يعني. الراجل ده بيقول حاجة مهمة، بيقول يخشى أن الكثيرين يبدون وقد تحركوا ولمسوا وتحمسوا تحت تأثير الوعظ بالإنجيل، بينما قلوبهم في حقيقة الأمر لم تتغير على الإطلاق. الوصف الدقيق لهذه الحالة هو أنها نوع من الانفعال الغريزي من خلال عدوى رؤية بكاء الآخرين أو فرحهم أو تأثرهم، إن جراحهم سطحية جدا. كذلك فالسلام الذي يعترفون باختبارهم إياه يكون أيضا سطحيا، فعلى شاكلة سماع الأرض المحجرة فإنهم يقبلون الكلمة بفرح وللوقت يعصرون ويعودون أدرجهم إلى العالم ويصبحون أكثر قساوة وسوءا عن ذي قبل، مثل قطينة يونان فإنهم يقومون فجأة بليلة ويهلكون بليلة. بقول لك في نوع بيحصل ان الناس بتقول لك احنا امنا ومؤمنين، بس دول هو بيسميهم الراجل ده بيقول لك ده عدوى البكاء، ان الناس انفعلت مع بعض فكله امن مع بعضه، بس اول لما بيخرج بيبقى عامل زي اليقطينه، بنت ليله قامت وبنت ليله ماتت. لم يعد نفس الكلمه اللي فوق، لم يعد الايمان على محمل الجد. تطبيق ده الحرب الروحيه وحاجات كتير، الجهاد الروحي والتدريبات الروحيه وكل ما هو بيترجم الافكار والايمان والحاجات اللي احنا عاملين ناخدها الى تطبيق عملي. عايز اقرا معاكم الجزء بتاع افس الستة من اول عدد 10. اخيرا يا اخواتي تكووا في الرب وفي شده قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس، فان مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمه هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحيه في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل كي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق ولابسين درع البر وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. أمين. عشان الوقت، الحرب الروحية، أنا هقول إيه ما هو ليس حرب روحية. أتكلم عن 8 حاجات إحنا ممكن نكون فاكرين دول حرب روحية أو جزء منها حرب روحية، وبعد كده هدخل في الجزء اللي إحنا قريناه بسرعة جدا لو في وقت. أول حاجة، إيه هي اللي مش حرب روحية؟ الحرب الروحيه هي مش موهبه، الناس المؤمن الموهوب هو اللي بس اللي بيتحارب، والمؤمن اللي مش موهوب ما عندوش الموهبه دي فمش هيتحارب، ولا هي دعوه ربنا داعي ناس بتتحارب وناس مش هتتحارب. الكلام ده كلام مش مظبوط ولا كتابي، ولا هي الجزء بس من المؤمنين، هي لكل المؤمنين. مش بتتوقف على نوع شخصية حد، ولا على خلفيته جاي منين، ولا معرفته قد ايه بالكتاب، ولا انت اللي مش عارف اكتر هو غالبا اللي مش هيتحارب اكتر، لكن يعني هيتضرب اكتر لان هو مش فاهم حاجة فبياخد بقى على قفاه يعني. نفس فكرة الحرب الحقيقية، واحد معاه سلاح بس ما بيعرفش يستخدمه، فهو مؤمن ومعاه السلاح بس مش فاهم حاجة. ليه؟ لان ما عندوش علاقة مع ربنا، ما بياخدش، ما يفهمش ايه في الكتاب. هنشوف الكلام ده جوه يعني. لكن الحرب الروحيه الجزء الاول هي مش اختياريه، هي لكل المؤمنين، مش لجزء معين، ولا موهبه ولا دعوه. اول حاجه هي اجباريه وللكل. طيب تاني نقطه بسرعه جدا، الحرب الروحيه مش مجرد صلاه احنا بنصليها، اللي هي احنا بنصلي في اسم يسوع وخلصنا القصه وهو ده احنا بنحارب دلوقتي، احنا نعمل حرب في الصلاه. ده جميل، لكن مش الحرب الروحيه مش هي بس ان صلاه بنصليها، ولا ان هي شيطان بننتهره.
الموضوع مش ننتهرك في اسم يسوع، صح وكل حاجة، لكن اختزال الحرب الروحية في مجرد انتهار وصرف شياطين وأرواح وكلام من ده، ده اختزال وتسطيح برضو للحرب الروحية. الحرب الروحية مش هي فكرة الانتهار والصلوات اللي هي بتقاوم بيها العدو وخلاص، لكن هي حياة بنعيشها، هي حياة كبيرة، هي طول ما المؤمن عايش وعايش جوه حرب. ليه؟ لأن أنت أصلا عايش جوه أرض العدو نفسه، ودي هنجيلها بعدين. الحرب الروحية مش كل حاجة تعطلني يبقى ده حرب، ودي نفس الفكرة اللي أنا قلتها في رقم 2، إن في ناس بتاخد جنبين، في ناس شايفة كل حاجة حرب، فكل حاجة بتحصل لها الشيطان محاربني، وفي ناس عكس كده مش حاطة الشيطان في الحسبان وتقول لك لا ده الكلام ده مش حقيقي قوي، فشايفة إن كل حاجة مش حرب. ده غلط وده غلط، لكن المفروض في توازن. ليس كل ما يعوقني هو حرب روحية، وبرده مش كل حاجة بتعوقني هي وهمية، لا هي ممكن تبقى حرب فعلا، وده اللي بنشوفه في الكتاب. يعني بولس الشيطان منعه ان هو يروح يكرز، وفي اوقات تانية اتمنع، الظروف منعته ان هو يروح. يونان مش عشان الطريق كان متسهل له وراح ترشيش، ده كده حرب روحية قابلته فالشيطان بعده، لا ده هو اللي كان رايح بمزاجه، هو حد قال له روح، هنا ما كانش حرب، هو اللي راح. فلا المنع حرب ولا الفك يعني او التسهيل حرب. فنركز في الحتة دي، لان في ناس بتحب تتخلى عن مسؤوليتها فتلزقها في الشيطان، فتقول لك ايه الشيطان بيحاربني، وانت المسؤول. تقع في الخطية تقول لك ايه اصل الشيطان بيوقعني في الخطية، ماشي الشيطان بيوقعك، بس الشيطان ما بيعرفش يعمل الا انه يقترح، في الاخر احنا اللي بننفذ. فمحتاجين تاني نعيد تفكيرنا في تصرفاتنا وفي قرايتنا لتصرفاتنا، ايه اللي بقوله ان هو ده حرب روحيه وايه اللي بقوله ان هو مش حرب روحيه. رابع حاجه، الحرب الروحيه مش هي الشيطان بس، احنا عدونا مش هو الشيطان بس، عدونا عندنا الجسد. الجسد ده اصعب من الشيطان بكتير جدا. ليه؟ لان ده جوايا انا، يعني مش محتاج اروح في حته يعني، ولا محتاج فكره تجيلي، انا جواه، انا هو وهو انا. فالجسد عدو صعب جدا، الشهوات عدو صعب جدا، الفكر عدو صعب جدا، العالم كله بكل اللي فيه عدو صعب جدا، ودي اعداء المؤمن مع الموت طبعا في النهايه. وان كان الموت مش بنتعامل معاه قوي يعني، لكن الموضوع مش قاصر على حرب روحيه اذا هي من الشيطان، لا الحرب اكبر واشمل واعم من كده بكتير جدا. خامس حاجه، خليها شويه، خامس حاجه، الحرب الروحية مش عشان نحقق اللي احنا عايزينه، مش عشان تحقيق مصالحي ولا تحقيق نصرة شخصية ولا تحقيق مقاصد لي انا، لكن موضوعها زي ما كان في التعريف، تحقيق مقاصد الله في حياتي مش مقاصدي انا الشخصية. يعني انا عايز ادخل كلية معينة معرفتش ادخلها، فاكيد ده مش حرب، اكيد ده انا معرفتش اذاكر. انا عايز اشتغل الشغلانة، محتاج اشتغل على نفسي علشان اوصل المكان ده، مش علشان الشيطان بيمنعني ان انا ادخل المكان ده. جايز يكون في ناس بتعطلنا والشيطان بيستخدمهم بالتأكيد، كده كده العالم كله قد وضع في الشرير، لكن فكرة التوازن تاني ما بين ان كل حاجة حرب روحية مش شيطان، وكل حاجة مش حرب روحية ولا الشيطان بيتدخل فيها، لكن احنا كمؤمنين بنوهم نفسنا بالكلام ده علشان نرمي بالمسؤولية وما نبقاش بتتحمل المسؤولية. رقم 6، نقطة مهمة جدا جدا، الحرب زي ما انا قلت في الجزء بتاع الصراع الروحي، الحرب الروحيه ليست للنصره وليست للانتصار. ولو واحد بيدخل الحرب الروحيه عشان ينتصر، في اللحظه اللي بندخل فيها عشان ننتصر هي اللحظه اللي احنا فيها بنهزم. ليه؟ لان احنا اصلا منتصرين، فانت داخل عشان تكسب، انت داخل عشان تكسب بمجهودات شخصيه ونصره شخصيه ومقاصد شخصيه، لكن نحن نحارب لاننا منتصرين ولسنا لننتصر. رقم 7، الجزء اللي احنا قريناه بيقول لان مصارعتنا ليست ايه؟ مع دم ولحم، بل مع كذا 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 كذا. دي انا شايف ان نقطه مهمه جدا، هي هتبعدنا شويه عن الحرب الروحيه، بس هي في قلب الحرب الروحيه. بولس بيقولها واضحه وصريحه جدا على فكره، بس احنا يعني انا لسه قاريها قريب الفكره دي. يعني انا دماغي في الحرب الروحيه متركزه ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، لكن مع كذا كذا كذا، فبجري على الحته بتاعت مع كذا كذا كذا. لكن
هو بيقول ليست مصارعتنا مع دم ولحم، يعني احنا مش بنحارب بشر. يعني تاني لما واحد مؤمن يقول لك انا بتحارب من ناس، دي مش حرب روحيه. الحرب الروحيه ليست مع دم ولحم، لسنا نحارب اجساد ماديه، ليست مع دم ولحم، ولكن مع سلاطين واجناد شر روحيه في السماويات. فلو ناس بتحارب لاجل اهداف شخصيه وبتدخل في خناقات مع ناس وبتصارع مع ناس، دي حرب الكتاب اصلا مش عايزها، لان ده مش مكاننا خالص. بولس اتجلد واتبهدل واتضرب واتعمل فيه كل حاجه، وفي الاخر بيقول لكل الناس دي انا ما بحاربهمش، انا مش في عداوه معاهم اصلا، ده انا عداوتي ليست مع دم ولحم، انا حربي مش مع الناس دي، اللي حتى الناس اللي بتاذيني. احنا لو بولس يعني هيطلع لنا بعد، انتوا شفتوا عداوه ولا شفتوا حروب؟ يا جماعه ده انا اتجلدت وترجمت وحاربت وحوش في افسس، مش وحوش يعني حيوانات، يعني كنت بشوف وحوش. كنت كل حكايه شتمت على الفيسبوك مره ولا اتنين، فانت افتكرت انت شهيد. فاهمين الحرب ايه؟ الحرب اختزلت في اتنين بيشدوا في بعض عشان فكره روحيه، وفي الاخر قال لك اصل ده حرب روحيه. الحرب الروحيه ليست مع دم ولحم، بل مع اجناد شر روحيه، وهنجيلها الجزء ده. اخر نقطه رقم 8، حرب روحيه ليست حرب دفاعيه، ودي احنا اتعلمناها في كل الكتب. ان يقول لك سلاح الله الكامل سلاح دفاعي فقط، ويقول لك الجزء الوحيد الذي لم يغطى في سلاح الله الكامل هو ايه؟ اللي قارين الكتب هم اللي يعرفوا الاجابه. ويليام ماكدونالد اخ صمت، ده المزه الحقيقيه ايه؟ الظهر. الظهر، لان اصل المعركه ما فيهاش رجوع، تأمل ملوش لازمه، ما علينا. فالحرب الروحيه قال لك ايه؟ اصل هي دفاع بس، انت واقف تدافع، ما ينفعش ترجع، ما ينفعش تهرب. طبعا هي ما فيهاش هروب، ايوه كده 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 هنهرب منين؟ انت قاعد في ارض العدو يعني. لكن هي مش دفاعيه بس، هي دفاعيه وهجوميه. فوقت كتيره انت مش محتاج اصلا الشيطان يهاجمك، احنا اللي بنروح بنهاجمه بنفسنا. احنا لما بنصلي علشان حد يتحرر، هو احنا كده بنعمل ايه؟ مش احنا عايزين نكسب شخص من سلطة إبليس؟ هو مش بولس بيقول لك الذي اقتنصهم لإرادته في تيموثاوس الأولى؟ لعلهم يستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. طب أنت دلوقتي لما نصلي عشان ناس واقعة وإبليس رابطها وتتفك، أنت كده مش داخل تحاربه ولا أنت بتدافع؟ لما أنت رايح تكرس في الشارع، أنت كده بتحارب ولا بتدافع؟ لما انت بتكلم حد صاحبك، حتى بتصلي معاه بتشجعه، واحد في ازمه، واحد عنده مرض، وبتروح تقويه من كل احباط ويأس مرمي عليه، انت كده مش بتدافع ولا بتهاجم؟ فالحرب الروحيه مش دفاع بس، لكن دفاع وهجوم. وسلاح الله الكامل مش سلاح دفاعي بس، لكن دفاعي وهجومي. والجزء الهجومي بتاع سيف الروح، خذ سيف الروح، سيف الروح الذي هو كلمه الله. سيف الروح ده مش دفاعي بس، ان احنا نرد على ابليس بالمكتوب، الجزء اللي هو بتاع الموعظه التجربه على الجبل. لكن انت ممكن تهاجم بكلمه الله، ما هو سيف بيهاجم وبيدافع. وكلمه الله نفسها للتاديب والتقويم والتوبيخ والتعليم، فهي ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، ليها جانب دفاعي وجانب هجومي. مش بس كمان السيف الروح الذي هو كلمة الله كأداة هجومية، لكن ذكر اسم يسوع نفسه. اسم يسوع ده اسم مش بنذكر يعني اسم ربنا يعني عادي، لا، اسم يسوع ده اسم، ده لوحده ذكره ده حرب هجومية لوحدها. ان ليس بأحد غيره، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يبقى انت لما بتقول باسم يسوع، انت مش بتقول باسم يسوع باسم ربنا يعني، لا، ده حرب، انت بتوجه حرب. لما يقول لك ان مش بس اسم يسوع للخلاص، لكن كمان لتقديسنا، بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع إلهنا، يبقى اسمه بيقدسنا كمان، مش بس بيقدسنا، لكن اسمه بيستخدم في الحرب الروحيه، في سيف الروح الذي هو كلمه الله، باسم يسوع كذا كذا في الانتهار. وباسمه بنطلب، مش هو قال كل ما تطلبونه في الصلاه ومين تنالوه باسمي؟ ولا احنا بنختم صلاتنا باسم الرب يسوع امين؟ ده ايه هدف منها؟ فاسم يسوع هجوم، سيف الروح الذي هو كلمه الله هجوم. فالحرب الروحيه مش حرب دفاعيه بس، لكن حرب هجوميه. انا قلت 8 حاجات،
ممكن فيش وقت ان انا اراجعهم. بسرعه جدا ننتقل على جزء تاني اللي هو الجزء اللي احنا قريناه بتاع افسس 6 من عدد 10: اخيرا يا اخواتي تكوا في الرب وفي شده قوته. اختصارا جدا جدا يعني واتشمان ني لخص رساله افسس في 3 كلمات. قال لك ايه ال3 كلمات؟ اجلس، سر، قف. قال لك هي دي رساله افسس، ودي يعني لو انت عايز تعرف رساله افسس فيها ايه افتكر ال3 كلمات دول: اجلس، سير، قف. بس طبعا هو ده كتاب بالانجليزي يعني ما ترجمش، بقيت اعرف الانجليزي يعني. هو بيقول ان الجزء الاول في افسس اللي هو من اصحاح 1 لحد اصحاح 3 في كل البركات الروحيه اللي هي ايه؟ واجلسنا في السماويات في المسيح. لو قريت رساله افسس كلها هتلاقي كلمه في المسيح جايه اكتر من 21 مره: لينا بركه في المسيح. طبعا حاولوا تقراها من ترجمه تانية لان العربي بيخلط بين بالمسيح وفي المسيح، ودي قصه كبيره قوي فمش وقتها خالص يعني. لكن لما هتقرا من ترجمه تانية هتلاقي ان او بواسطه لو هتقرا بالعربي يعني. ف رقم واحد، انت قبل ما تحارب اللي هو كيف دي انت محتاج تجلس، والجلوس هو اعرف مكانتك في المسيح، وده اللي هي من 1 لـ3. فمحتاج اجلس اعرف مكانتي. رقم 2 من اصحاح 4 اول ايه فيه تقول لك ايه؟ سيروا اول ايه فاطلب اليكم انا الاسير ان تسلكوا كما يحق للدعوه. السلوك هنا اللي هي ووك اللي هي السير، ان تسلكوا. فرقم 1 الجزء الاول واقف اللي هو اجلس. رقم 2 من 4 لـ6 عدد 10 عدد 9 حد القطعه اللي احنا قريناها دي السير، السلوك في العالم. مش هينفع تدخل على المرحله الثالثه اللي هي قف الا لما تعرف تتعلم ازاي تسير في العالم، وازاي تبقى عارف ايه مكانتك في المسيح. اعرف مكانتي في المسيح من 1 لـ3 الجلوس في السماويات. اعرف ازاي اسلك في العالم من 4 لحد 6 عدد 9 اللي هي السير في العالم. وهنا بيدي نصايح للمتزوجين والساده والعبيد والكلام ده كله، ده السلوك في العالم. رقم 3 اللي هي كف اللي هي من اول عدد صح 6 وعدد 10 لحد الاخر يقول لك ايه؟ تكوف في الرب في شده قوته ان تثبتوا. تثبتوا هنا اللي هي في الانجليزي ستاند، انك تقف، وهي دي ال3 كلمات: اجلس، سير، قف. بس كده دي رساله افسس، خلصنا افسس. ف القف بقى عشان تقف اللي هي الثبات دي اللي هي بولس قالها في الجزء بتاع 16 4 مرات: اثبتوا 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 اثبتوا. دي مش هينفع نثبت في الحرب الروحيه الا لو انا عارف مكانتي وبعرف اسلك في العالم. لكن للاسف هو واتشمان بيقول للاسف احنا بقى كمؤمنين بنعمل ايه؟ بنعكس الايه ان انا عايز احارب من غير ما انا عارف مكانتي ولا بسلك في العالم بلياقه، فبحصل ايه؟ بخسر وببهدل. لكن بالترتيب: مكانتي في المسيح، السير والسلوك في العالم، ثم الثبات وانك تقف تحارب وتبقى قادر تمسك اسلحه الله كامل. سلاح الله. عشان كده بولس بقى بيبدا في العدد 10 يقول لك ايه؟ اخيرا. خلاص انت جلست وسرت، تعالى بقى اخيرا نعمل ايه؟ تعالى نقف، تعالى نشوف هنحارب ازاي. وهنا بيقول لك برضو ايه؟ خلاص اخيرا انت لو بتعرف تجلس وبتعرف تسير بالنسبه لك دي هتبقى حاجه عاديه. عارف لما واحد يقول يعني ام تقول لابنها عايز يلعب، فتقول له ايه؟ حل الواجب ورتب هدومك وبعد كده روح العب. هي نفس القصه اللي بولس بيعملها. اقعد يا ابني اعرف مكانتك، امشي في العالم، بعد كده بقى روح حارب حرب روحيه. اكن الحرب الروحيه اللي هي مصيبه جدا، ده التطبيق للجلوس ومعرفتنا المكانة الحقيقية في المسيح والسير في العالم. أخيرا يا إخواتي تكوف في الرب وفي شدة قوته. تاني نقطة في الحرب الروحية محتاجين نعرف في الآية دي، أنا خلاص نقلت على الجزء الأخير، محتاج أعرف على الأقل 3 حاجات. أنا مش هقول منهم إلا حاجة واحدة: مين هو عدوي؟ بيشتغل إزاي؟ ومكانتي ايه في المسيح اللي هي الجزء بتاع الجلوس في السماويات. المكانه دي ممكن ناخدها مره لفكره الاتحاد في المسيح، دي اللي هي كلمه في المسيح. في المسيح دي كلمه كبيره جدا. لكن على الاقل النهارده انا هاخد بسرعه جدا مين هو عدوي، مش هدخل فيها برضو. لكن مين هو عدوي؟ الشيطان، الجسد، العالم. والشيطان مش حاجه سهله، الشيطان رئيس. عارفين يعني رئيس؟ يعني رئيس، يعني معاه كل حاجه، رئيس سلطان الهوى، رئيس العالم.
ومش بس رئيس ما بيعرفش يشتغل، ده رئيس عامل. عشان كده يقول لك ايه؟ الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه، افسس 2. يبقى الروح ده او الرئيس ده بيعمل ايه؟ بيعمل، بيشتغل في الناس زي ما ربنا بيشتغل في حياتنا. ويقول لك ايه؟ الله عنده خطه عظيمه لحياتك. الشيطان برضو بيحب يقول للناس الشيطان عنده خطه سودة لحياتك. هو ده بيشتغل وده بيشتغل. خد بقى الاجمد كمان بقى، ربنا الروح القدس بيملانا والشيطان بيملا قلوب الناس برضو. اما بطرس لقى حنانيا وسفيرة قال له ايه؟ قال لماذا ملا الشيطان قلبك؟ ده الشيطان بيملا القلب كمان وبيعمل وبيدي للناس افكار وبيرسم خطط للناس وريس وصاحب سلطان. فاحنا بدون الله في الحرب الروحيه احنا ولا حاجه. وعشان كده هو كلمه سلاح الله قال كام؟ هو سلاح الله مش سلاحنا احنا الشخصي. والحرب الروحيه هي حرب روحيه مع في المسيح، مش بقوتنا ولا مجهوداتنا احنا. ومش بس الشيطان بيعمل على طول من دلوقتي، لكن الشيطان بيعمل من زمان. ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. هو شغال من قبل ما احنا نكون موجودين وعنده خبره وما بياخدش اجازات وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. في فكره تانية بتقول الحرب، بتقول المشهد بتاع الحرب الروحيه اللي هي فكره القطع. بقى انا هنقل على القطع خلاص، لو كفايه خلاص مش لازم القطع خالص، هكتفي بكده عشان برضو الوقت. الموضوع مش بالكم خالص، لكن لو ربنا بينور في ذهننا على الاقل الجزء ده، ده كافي جدا. ان احنا مش محتاجين غير ان احنا نصلي باي فكره ربنا وصلها لنا. محتاج اعرف مكانتي في المسيح، محتاج اعرف ازاي اعيش في العالم وما اجريش على الحرب الروحيه. اول حاجه محتاج ما اكونش برمي بمسؤوليتي واقول ان كل حاجه هي حرب روحيه، ولا اكون غير مميز وما عنديش حواس مدربه فما بحسش، مش عارف ان الشيطان دلوقتي بيحاربني ومش عارف دلوقتي ان انا بغرائي بلبس نفسي. الناس ما عندهاش تمييز، ففي ناس بتحس وفي ناس ما بتحسش، مش عشان حاجه، عشان هم مش مدربين. فازاي اتدرب؟ اقعد قدام كلمه كتير جدا، معاه قطع اسلحه اللي هي السلاح نفسه هيتدرب عشان يشتغل بيها. اتدرب ازاي؟ اقعد قدام ربنا اخد منه. فتعالوا نصلي.